الدكتور هشام ومدير مكتبه سيد اللجان عمزة أبو عمر. ديل شالهم وجاب ناس كويسين. لكن الآن النيابة اللي شكلت بإذن نيابة مكافحة الفساد الستة وكلاء نيابة فيها فين ثلاثة كانوا وكلاء نيابة الطوارئ. عارفين قانون الطوارئ كان بيعمل في شنو؟ فيهم ثلاثة وكلاء اشتغلوا في نيابات الطوارئ. لازم أصحاب ما في أي شارع غير الشارع ده. نحن بنحدد من اللي يقعد ومن اللي يمشي. دارين زي ما بيقولوا هم يتغمسوا لنا القضايا؟ لا 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 ما بنقبل. نهاية ما بنقبل. لازم نوعي لحاجاتنا دي يا شباب. انتوا حتعملوها كيف؟ شوفوا مقترحاتكم. زي ما صبيناه وهداف فينا وعملنا وقدمنا درس للتاريخ لابد من الحاجات دي تتعمل تاني هنا. المؤسسات دي لو نطفت تاكدوا البلد دي ما بتجي عوية. لكن هي طالما وسخانة بالناس اللي كانوا بينفذوا اوامر النظام حتى تعلم انه وكلاء النيابة كل الشهداء من سبتمبر من ديسمبر لحد ابريل كانوا بلاغاتهم المفتوحة تحت المادة 51 الموت الغامض موت في ظروف غامضة. يا تموت في ظروف غامضة يا ياسر احمد محمد رئيس نيابة ام درمان. يا تموت في يا تموت ناس واقفة في الشارع بكل سلمية بالطالب بحقها وأرزقية من أجهزة النظام أطلقت عليهم الرصاص وكاميرات الفيديو بتصور. وين هنا الظروف الغامضة؟ أول ما سقطت أول ما سقطت لحقوا نفسهم سريع سريع بلاغين ثلاثة من البلاغات المشهورة الشهداء المعروفين سريع سريع تعال تعال جيب ملفاتهم من 51 الموت في ظروف غامضة ل 130 القتل العمد. ده بعد ما اجبرتوهم انتوا انه يعملوا كده ولا كتر خيرهم غيروا البلاغات ل 130. تفتكر انه واحد كان بيفتح بلاغ لاخوك القتل عمدا وعارف قاتله منه وعارف الاصدر الاوامر باطلاق النار منه وعمدا فتح بلاغ 51 موت في ظروف غامضه تفتكر انه حيجيب لك حق الثاني؟ خل كذا لاخوك حتخليه؟ لابد ان المؤسسات دي تنضف. الكلام كثير في النقطه دي بس ما عايز اطول عليكم. مولانا المكلف بالنائب العام الجديد المكلف مولانا الوليد قعدوا معاه وكلاء النيابه الشرفاء وطالبوه بحيات كثيره من ملفات شهداء 28 رمضان لهم ولأسرهم التحيه وطالبوه بملفات شهداء سبتمبر 2013 وطالبوه بملفات شهداء ديسمبر ابريل وطالبوه بملفات شهداء كجبار وجرائم دارفور دي افردوا لي حاجه يكون براها. ديل شرفاء النائب العام تعليماته كانت انه الوكيل فلان وكيل النيابة فلان وكيل النيابة فلان يتولوا التحقيق في قضايا 2000 بدوا 2013 جو ثاني يوم وكيل النيابة العينهم في لحظة أتاهم التكليف جاء
جو عشان يشيلوا الورق ده بطريقة التكليف بطريقة رسمية، يشيلوا خطاب رسمي، يخطوا جوا عين أي زول يسألوا أنت ليه ماسك ملفات شهداء 2013. جو ثاني يوم يشيلوا التكليف قالوا لا 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 خلاص خليكم، الموضوع ده ماسكاه اللجنة القديمة. اللجنة اللي قالت شهداء 2013 كتلتهم عربات بدون لوحات وأشخاص مجهولون. الكيزان في منو؟ الطير اللي في السما دي عارفة شهداء 2013 اللي قتلهم منه والأصدر أوامر إطلاق النار عليهم منه. فبنقول لمولانا الوليد إذا أصدرت قرار خليك شجاع ونفذه. تابع قرارك شجاع بنحييك عليه، لكن تابع قراراتك لأنه الدولة العميقة لسه موجودة، السوس لسه قاعد. عندكم زول نتكلم عن جهاز الأم؟ عشان الذاكرة يعني الزهايمر، فالواحد بيجيب له بخرة كده يتذكر بها الحاجات اللي هنتكلم فيها. نلخص ثاني كلامنا اللي قلناه قبل شويه، وده شيء مهم يعني واجعني شديد. انا شوفوا الاليه اللي حنعملها كلنا شنو عشان ننظف القضاء والادعاء العام من ازيال النظام. ده موضوع ما بيستنى تفاوض، ما بيستنى لحد ما يخلص التفاوض ده، ولا بيستنى كان التفاوض ده ما خلص سقوط الحكومة دي. لا، نحن مرروا اخوانكم دي لو سمحتوا بس يا شباب، مرروا العربية دي، شوف مرروا اخوانكم دي. تحية لسوار النور، سوار العباسية، اهالي السامحين.
ما جبت أسير الجهاز، لما جبت الكرسي وقعدت. الجهاز ده يعني كان دايرة أتكلم فيه وقلت يقول لي مرتبة تكي. مستعد أتكلم فيه ثلاثة يوم. نكمل كلامنا تاني، الملخص اللي كنا بنتكلم فيه عن نظافة الأجهزة العدلية، القضاء والإدعاء العام. شوفوا حتعملوا شنو وحنعمل شنو سوا في الحتة دي. الموضوع ده ما بيستحمل ولا حتى بكرة. شفت بكرة الصباح ممكن قضية تدخل الإدعاء العام وتتصاد عشان بعدين تمشي المحكمة. قضية تعبانة هل كان محامي خمسة دقائق يشطبها ويطلع المجرم براءة فيها. فالموضوع ده مستعجل، ما بيتحمل. الأخوان المحامين كتر خيرهم الليلة قاموا بدور أعتقد إنه هو عظيم جدا جدا. يتواصلوا مع أخوانهم في الأجهزة العدلية وقريت لهم بيان جميل جدا جدا ومساندين المسألة دي. ودي مسؤولية جماعية، ما مسؤولية مجموعة أو فرد. شوفوا أنتوا حتساعدوهم بشنو. لازم الأجهزة تنظف، ولو عايزين الحقائق في تجمعات للأخوان المحامين، تجمع المحامين الديمقراطيين، وفي جزم آخر وفي تجمع بتاع القضاء الشرفاء، وعندهم أرقام تلفون، عندهم ويب سايت، حسابات في مختلف السوشيال ميديا. عندك كمان الأخوان في الادعاء العام الشرفاء أصحاب المذكرتين الأولى في 27 يناير والثانية قدمت للمجلس العسكري الحالي ده. فالموضوع ده لازم يتحل بسرعة وبأقصى حسب. طيب احنا كنا عايزين نتكلم عن الجهاز. الجهاز لحد الآن قاعد زي ما هو، ما تغير فيه حاجة، نفس جهاز الأمن. الكتل أخوانكم في الشوارع قاعد زي ما هو، ما فيه حاجة تغيرت نهائي. شالوا قوش قعدوه في حتة عايز يقعد فيها في أمن وأمان، قدم استقالة ولمهازل التاريخ كمان باسلنا لايف في التلفزيون. الناس المفروض تتحاكم يجيبوهم بيقدموا استقالاتهم في التلفزيون. هتخلوا دم دكتور بابكر اطلق الامر باطلاق النار عليه. قوش المسؤول الاول اطلع بالراحة يسترسب تحت الباب باستقالة. نعم هتخلوا دمه؟ لا لا، الجهاز ما تغير فيه حاجة. ليوم الليلة أسرة دكتور بابكر بتتلقى اتصالات وتهديدات من الجهاز ليوم الليلة. امبارح أنا كنت معهم في البيت، معنا مجموعة من الأخوة الأطباء وغيره. والدته بتشتكي إنه ناس الجهاز ليوم الليلة مراقبينهم، ليوم الليلة بتصلهم تهديدات. أخته صاباها هنا في الاعتصام ده من أول يوم، ليوم الليلة ما مرقت من الاعتصام، ما وصلت البيت. دكتورة قاعدة هنا. بيتصلوا بيها وبيهددوها، هي قاعدة جوا الاعتصام. محاولات بتاعت إرهاب. أنت وين؟ تعالي دايرينك جنب البوابة، أنت منو؟ كده يعني. ليوم الليلة الأرقام اللي كانت بتجيهم زمان بالتهديد ستيل لحد الآن بتجيهم. ليوم الليلة العربات اللي بتباريهم محل ما ماشيين
ليوم الليلة بتباريهم. الجهاز قاعد ليوم الليلة زي ما هو، ما حصل فيه اي حاجة. احنا ما دايرين الجهاز ده يحلوه بجرد قلم وكل زول يسرحهم ويقول لهم كل واحد يمشي لأهلك. لا لا، وجود جهاز امن دولة قومي حاجة مهمة للبلد، لكن يكون قومي ولاؤه للشارع ده، لقومية مؤسسة تكون قومية، ولاؤه قومي ما ولاؤه للنظام. عشان كده ما بنقول حل جهاز الأمن وتسريحهم وفرتهم ونرتكب نفس الخطأ اللي حصل في 85 لما سوار الذهب حل جهاز الأمن بتاع الله يرحمه نميري. اتكرست كل السلطات في يد المجلس العسكري في 85. أسوأ مرحلة انتقالية مرت على السودان السنة بتاع سوار الذهب. الناس بيشوف منا السطر الأول بس، إنه راجل أوفى بوعده وسلم السلطة خلال سنة ودي عاملة راو. لا، أنت شوف التحت اللي حصل فيه شنو. أول شيء كرس لحكم المتأسلمين سوار الذهب ذاته الله يرحمه. ثاني شيء السلطة كانت في يده براو أو في يد المجلس العسكري الوقت ذاك كان حاكم، كان خانق كل القوى السياسية ما مديها فرصة. عشان كده الديمقراطية بتاعت الثمانينات كانت هزيلة إن صح لها الأمر، ما لقت فرصة لحد ما جهزوا لانقلابهم بتاع 89. المسائل بالمناسبة الخبثة ديل ما تعتقد ان هي وليدة الصدفة ولا جات قرارات آنية في وقتها، لا، انقلابهم بتاع 89 ده مدبر لهم من بدري سيناريوهات بلان A وبلان B. فنحن ما بنقول حل جهاز الأمن، بنقول إعادة هيكلته. ليه جهاز الأمن يكون عنده وحدة بتاعت عمليات؟ أول شيء قبل ما نجي لوحدة عمليات، أول شيء نمسك قانون جهاز الأمن، القانون المعيب اللي فيه مواد بتكرس السلطة في جهاز تابع للنظام. احرقك يقتلك ما في زول بيقدر يسأله. المادة 25 كان انت ماشي في الشارع لون قميصك كده ما عجبه ممكن يرفعك يرميك 6 شهور ما في زول من حقه انه يسأل، انه يقول الزول ده رامينه وين ولا رميته لشنو. القانون ده لازم يمشي سلة المهملات ويتعمل قانون جديد. سلطة جهاز الأمن إنه يجمع المعلومات، أو وظيفته مهمته إنه يجمع المعلومات وبطريقة بروفيشنال ما بالطريقة بتاعتهم البدائية دي، وإذا لقاك أنت أجرمت في حق الوطن في حاجة يمسكك ويقدمك للأجهزة العدلية. نقطة سطر جديد، السلام عليكم. ده داخليا، خارجيا حماية البلد دي من التجسس ومن معروفة مهام جهاز الأمن والمخابرات. ما من حقهم يعتقلك، لكن النظام البائد كان خاتي جهاز الأمن ده لحمايته. عشان كذا صفقوا لقانون المعيب في البرلمان وادوه حق الاعتقال. يا اخي كان دخلوه في مبرر وما في زول بيزالهم. السلطه المطلقه. عشان كده هم ما كانوا بيفهموا في اي شيء غير في اختطف اعتقل عذب اقتل اغتصب. دي البروفيشنال فيها، باقي الحيات قاعدين في السهله حقيقي. ايوه جهاز الامن باقي الحيات قاعد فيها في السهله، ما بيعرفوا اي شيء غير دي. الجهاز ده اليوم الليلة قاعد لحد اللحظة دي قاعد
مؤسساته لما ما أعيدت هيكلتها دي من المطالب المستعجلة. وهسه هم قاعدين في نص الميدان هنا وسامعين كلامنا ده وما بيخاف منهم. نحن ما خفنا منهم زمن ما كان في شارع بحمينا، زمن ما كان عندنا شرعية استلمناها في يدنا، هنخاف منهم هسه؟ سامعيننا ان شاء الله تكونوا. وش يكفوا على القيادة ذاتها؟ المغطى من الله كاشف والله ما عندنا. الجهاز ده لازم تعاد هيكلته. العمليات تتبع للقوات المسلحة كمؤسسة قومية. ليه جهاز الأمن يكون عنده ترسانة حربية لدردي؟ ما مهمته يا أخي إنه يشتغل لك قتال، لا لا دي ما مهمته. القوات المسلحة دي المهمة حماية الوطن والخارجين عن القانون، ما حماية زول ثاني. المؤسستين الوحيدات القوميات اللي بنعترف بهم انهم حقاتنا قوات المسلحه والشرطه. قوات الشعب المسلح. ايوه هم قوات الشعب المسلح دي شالوا الشعب من المسمى في نص التسعينات في 94 تقريبا شالوه عشان حاولوا يدجنوا القوات المسلحه وما يقدروا، حتى لو فرقاهم ورتبهم العليا الفوق كيزان دجلوه اخواننا ديل بيحمونا. الله اكبر الواقفين ديل. الله اكبر بيحمونا. شفتوا كلامنا ده شفتوه بيان بالعمل لما جاتكم كتايب الظل ديل بيحمونا. تحيه لحامي، تحيه لاحمد الصديق، وتحيه للمعتقلين للضباط ضباط القوات المسلحه الشرفاء الان هم معتقلين، وتحيه للي تحقق معاهم. معتقلين لانه وقفوا معاكم. ما بنعرف ننسى الكلام اللي احنا نهائي. ايوه في ضباط شرفاء في القوات المسلحه الان معتقلين. اخوكم احمد صديق اعتقلوه فكوا لانه ظهر في السوشيال ميديا عشان يقول الميدان والله يا اخي الزول ده اخذنا حققنا معاه وهذا فكيناه. لا في غيره ما اعتقل. الهيكله بتشمل الاداره السياسيه، وقبل ما نجي الاداره السياسيه نقول هيئة العمليات، ثاني نكرر هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن مفروض تتبع للشرطة وما مفروض للجيش وما مفروض يكون عندها الترسانة دي. ثاني حاجة في الهيكلة الإدارة السياسية، في ديمقراطية جاية في البلد دي وفترة انتقالية مدنية حرة، دايب الإدارة السياسية دي شنو؟ من حق أي زول يقول كلامه وفقا للقانون اللي حنتوافق عليه كلنا والدستور اللي حنتوافق عليه كلنا يقول كلامه جهارا. تاني ما في كتم أصوات، ما في إدارة سياسية، ما في معتقلات. فالإدارة السياسية دي تذهب إلى الجحيم. المعتقلات للحرامية. ما مفروض تكون قاعدة. تاني تيجي تمسك كل أقسام وإدارات الجهاز تشوف المأفونين والقتلة والمهجورين قول ايوه
الإدارة السياسية دي ما حيكون في لها لازمة، لأنه هسه أساساً هي أنشئت عشان تكميم الأفواه، عشان لما تقول رأيك سواء أنت منتمي لتنظيم حزب هم بالنسبة لهم بيشكل عليهم خطر، لما تقول رأيك يكمموك كمموا خشمك ويرموك في المعتقل، أو حتى لو ما بتنتمي لتنظيم قلت ده غلط برضه يمسكوك يرموك في المعتقل. معتقلات سياسية تاني ما في. الإدارة دي تتحل الليلة قبال بكرة، الليلة قبال بكرة. وإدارة كثيرة يلا تيجي تمسك، حتى الإدارات اللي حتظل باقية موجودة بعد ما قلنا في الأول يعاد صياغة قانون جهاز الأمن، حتحدد لكل إدارة من إداراته مهامة ما تتعدى المهام الموجودة في القانون واللوائح الداخلية. قبل ما تعمل العملية دي لازم يتنظف من الكيزان وأزيانهم، من القتلة والمجرمين سفاكين الدم، الناس اللي قتلوا أخوانكم بدم بارد. كل من أمر وأطلق الرصاص على الشعب السوداني لابد أن يحاكم، كلهم يحاكموا. ما هنقول لهم في هيكلة الجهاز خلاص أمشي أهلك، لا 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 لا، عفى الله عما سلف دي ما في. الدم قصاد الدم وبالقانون وبالقانون. نحن ما جايين عشان نتشفى ولا عملنا ثورتنا دي عشان ننتقم، لا، لو أخذنا حقنا بيدنا وشفينا من زول وانتقمنا حنكون أسوأ من الكيزان وأسوأ من أزياره. نعم، حيكون فعلا نجحوا في إنه يحولونا لمسوخ زيهم. لا، نحن سودانيين